السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبطال الصف السابع، كيف حالكم؟ وأسعد الله صباحكم بكل خير. في حصة التربية الإسلامية لهذا اليوم سنأخذ درس بعنوان سورة قاف، مظاهر قدرة الله تعالى. كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم. المفردات والتراكيب التي مرت معنا في الآيات الكريمة، قرن بمعنى أمة، فنقبوا بمعنى بحثوا، ومحيص بمعنى مهرب، لغوب تعب، وسراعة مسرعين. الموضوعات التي تتضمنها الآيات الكريمة: الإخبار عن إهلاك الله تعالى الأمم السابقة للاعتبار والاتعاظ. تدعو الآيات الكريمة إلى الإيمان بالبعث وتذكرهم بما حدث للمكذبين قبلهم، حيث أهلك الله تعالى أمما كثيرة من الكافرين مع أنهم كانوا أقوى من الكفار. قدرة الله تعالى على خلق الكون وتسخيره للناس، تبين الآيات الكريمة بعض مظاهر قدرة الله تعالى وعظمته. ومن دلائل قدرة الله تعالى أن خلق الله تعالى السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وسخرها للإنسان. ومن دلائل قدرة الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وسخرها للإنسان، وهو سبحانه لن يعجزه بعث الناس يوم القيامة. ثالثا، الصبر على أذى الكافرين والاستعانة على ذلك بالتسبيح والدعوة إلى الخضوع لله تعالى وعبادته. تؤكد الآيات الكريمة أن الإنسان عليه أن يكون مؤمنا بالله تعالى، خاضعا له، قائما بواجب الطاعة والعبادة عن طريق الصبر في دعوته للناس على أذى الكافرين فيما يقولونه من افتراء على الله تعالى وتكذيب لرسله. باء، المداومة على عبادة الله تعالى وإقامة الصلاة وذكر الله تعالى وتسبيحه في كل الأوقات، خاصة في الليل وعقب الصلاة المفروضة. وفي ذلك دعوة للمؤمنين للاقتداء برسولهم عليه الصلاة والسلام. البعث هو واجب الدعاء في التذكير به. دعوة الآيات الكريمة إلى الإيمان بيوم البعث والاستعداد له، ومن أحداث ذلك اليوم الذي ينفخ فيه في البوق فيسمع الناس جميعا الصيحة بالحق فتنشق الأرض ويكون بعث الناس فيخرج الموتى أحياء من قبورهم مسرعين إلى الحساب. فعلى الدعاة الذين يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكروا الناس بيوم البعث وما أعده الله تعالى
من حساب من غير إجبار أحد أو إكراهه على الدخول في الإسلام.